هناخد معانا البطاطس بتاعتنا. هناخد معانا جبنه دلوقتي موتزاريلا. حطينا قد ايه نفكر الناس؟ حطينا يعني ضمه جبنه موتزاريلا كده فرشه في الارضيه. معانا البطاطا العاديه بتاعتنا، البطاطا اللي احنا بنشويها بنقلي الحلوه بتاعتنا، البطاطا الحلوه بتاعتنا بنقطعها رفيع كده زي البطاطس. على فكره بتبقى حلوه ومميزه جدا، والبطاطا البيضه كمان بتبقى رائعه لما بنضيفها على البطاطس البوري بتبقى جميله جدا. فاحنا هناخد معانا بطاطايه كده، وهناخد معانا البطاطس بتاعتنا. استاذ نبيل جايبني ولا مش طايل؟ وهناخد معانا رشه كريمه كده صغننه بدل الزبده. عفوا. وبنبتدي نرص البطاطس بتاعتنا مع البطاطا، يعني نخلطهم الاثنين ببعض ما يكونش مع البطاطا كده واحده وواحده على حسب المنظر اللي احنا عايزينه كده كده كده، اي حاجه احنا عايزينها. ونفرد الصينيه كلها وزي ما احنا اتفقنا ان نشتغل وما نخافش من حاجه ونعمل الشغل بتاعنا ونجرب حاجات جديدة، يعني بالزبط. ما نمشيش دايما بالطرق التقليدية اللي احنا متعودين نعمل بيها الأكل، كل ما نجرب حاجات أحسن كل ما احنا نتعلم بالزبط. وصفات أجمل وما نبقاش في ملل في المطبخ. بالظبط. هناخد حتة من دي كده عشان نحطها في شوربة الطماطم، ودي غريبة جدا والناس هتقول لي أنت بتعمل إيه؟ هقول لكم هنعمل إيه دلوقتي. بطاطا؟ هتحط حتة منها في شوربة الطماطم. آه، لأن أنا مش هربطها بدقيق ولا حاجة. أنا فهي هعمل. اللي هتعمل القوام هتخليه متماسك شوية فيها، صح؟ هي والبطاطس. هنحط بطاطساية وهنحط جزء من البطاطا بتاعتنا. وهنحط كده. أنا أكتر حاجة بحبها في الأكل إن هو يبقى فيه ألوان وألوانه تبقى حلوة مع بعض، بحس إن أنا عيني بتاكل قبل ما أنا آكل الطبق. دي هتبقى حاجة من الحاجات المميزة، صينية مميزة جدا وجديدة جدا، وهتعجب الناس ان شاء الله، وهتبقى حاجه على مستوى جميل. وجمعنا فايده البطاطس وفايده البطاطا مع بعض في صنف واحد. البطاطا الحلوه دي على فكره احنا بنستخدمها في الاكل بشكل كتير جدا، بس هي مش دارجه بالنسبه للناس، فالناس هي بتستغرب. هي تخلطها يعني بخضار. فالناس بتستغرب احنا بنعمل ايه، لكن هي بتبقى من الحاجات الكويسه جدا اللي بتدي طعم ونكهه جميله جدا في الاكل. خلاص احنا هنكتفي بكده. تمام. هنحط بقى معانا هنا، هتخلي بالك منها دي؟ هخلي بالي ما تخافش. هنحط معانا هنا شويه ملح بسيط، هنعملها بشكل فرنجي شويه. ملح مثلا او معلقه ملح؟ ضمه ملح، انا بحب احط التوابل بايدي يعني، عفوا يعني. هنحط شويه فلفل اسمر. ممكن برضو تبقى نص معلقه فلفل. نص معلقه فلفل اسمر او على حسب يعني انت بتفضل ايه يعني. شويه كزبره ناشفه. في ناس بتحب تمشي بالمقادير يعني بالمعالق او كده، ما يقدروش. نص معلقه، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل، نص معلقه كزبره ناشفه. هناخد معانا بقى رشه زعتر حلوه كده او ريجانو كده اهو، وبس. وهندخلها الفرن ربع ساعة كده ولا حاجة. ربع ساعة. احنا هناخد معانا بقى دلوقتي، هنشتغل معانا في اللحمة بتاعتنا. النار عالية برضو زي ما النار عالية جدا برضو، عشان احنا عايزين بقى ناخد اللحمة ننهيها على طول. ناخد معانا 3 معالق زبدة. زي ما احنا قلنا قبل كده ان انا بفضل مع اللحمة المفرومة ليا. بفضل دايما الابيض بتاع اللحمه المفرومه اللي بشتغلها يبقى ليا. فانا جايب النهارده ليا، هناخدها على طول على عشان تخلي اللحمه طريه شويه، ما يعني ما تكونش ناشفه. بتخليني ليا سليمه هي على بعضها ما فيهاش اي حاجه. هاخدها ابشرها، اجمدها وبعدين ابشرها على المبشره. اخد منها حبه كده صغيرين. حبه صغيرين. تديني نكهه مع الزبده كده، وتخلي اللحمه طريه شويه كمان، مش خلاص كده. حبه زراف كده. يا استاذ نبيل هات اللية دي هنا معانا. هو
ونحط عليها اللحمة على طول؟ اه هناخد معانا اللحمة بتاعتنا على طول، بس احنا ما حطيناش المستكة بتاعتنا. نحط المستكة، نحط فصين برضو. فص؟ اه فصين كده حلوين نحطهم بس تسيح معانا. تحب تحط المستكة في كل الأكل بتاعك؟ اه أنا بحب بحب ريحتها وبحب الأداء بتاعها معايا، بتديني نتائج حلوة وبتخلي الأكل معايا ظريف. فإحنا دلوقتي هنبتدي نخش على اللحمة اللي بس هي الدهون اللي هي هتسيح شوية في الزبدة. هي خلاص ساحت ريدي. ساحت؟ اه هي خلاص اهي. اول ما تسيح على طول نحط عليها. احنا لما بنجمدها ونبشرها ما بتكتلش معانا، بتسيح على طول، بتنزل في الـ في الـ. هناخد معانا بقى اللحمه بتاعتنا على طول، واللحمه برضو مقاديرها حسب الرغبه يعني. حسب الرغبه بقى. أوه. كيلو ونص، ثلاث ارباع كيلو، ممكن كيلو البطاطس يمشي معاه نص كيلو لحم. نص كيلو لحم، تمام. وبعد كده يتحطوا على النار قد ايه مثلا يا شيف؟ لحد ما هي هتاخد بالظبط 10 دقايق في النار، لان احنا تقريبا بنسوي البطاطس. وزي ما انا قلت دايما، انا بحب الحاجات لما باجي اعمل صينيه خضار او صينيه بطاطس او صينيه حاجه، بحب اخد الخضار بلانشيه كده نص واحده عشان يشتغل معانا بشكل كويس. هناخد معانا جوزة الطيب بتاعتنا، وزي ما احنا متعودين، بس قلنا ما حدش يقطع كده، قلنا حد يشتغل يقطع يبشر بالمبشره بتاعته. بيبقى في مبشره صغيره قوي كده لجوزة الطيب. موجوده موجوده. بناخد معانا جوزة الطيب بتاعتنا، بناخد معانا معلقه فلفل اسود عشان برضو اللي بيحب يبقى بالمعلقه. ناخد معانا معلقه ملح، معلقه ملح ومعلقه فلفل وجوزة الطيب. ناخد شويه زعتر. زعتر، الزعتر النهارده موجود معانا، ومعانا كزبره. بما انك عامل كمان حلوى اللي هي ليالي لبنان، بالظبط، هما بيحبوا الزعتر كتير في الاكل، بيبقى تقريبا معظم تقريبا ثلاث ارباع المأكولات اللبنانيه بالزعتر وبالريحان وبالحاجات الخضراء بيحبوها جدا يعني. ناخد معانا شويه قرفه وشويه بهارات لحمه، وتمام كده كويس. هناخد معانا عودين الكرفس اللي احنا سبناهم، هناخدهم معانا، بس دول هننعمهم بقى. نقسمنا الكرفس حبه للشوربه وحبه بالظبط كده لصينيه البطاطس باللحمه. العيدان انا ما باخدش الورق، بسيب الورق، بنشتغل بيه حاجات تانية. بس ليه بتختار في اكل معين العيدان او اكل معين؟ بصي العيدان بتديني النكهه الاكتر وبيبقى فيها الميه الاكتر، الورق بيديني بيديني لون. الورق انا بحب احطه على الكفر يعني، مثلا في شوربه بنحب نحط عليها شبت وكزبره والحاجات دي، بقطعها وفي الاخر لما بانهي الشوربه خالص بحطها عشان ما تسودش وتفضل محتفظه بنفسها، ويبقى شكل الورقه زي ما هو، وبتديني الريحه والطعم اللي انا عايزه. تمام كده. يبقى خدنا كده معانا الكرفس، نقلب حاجتنا كلها في بعض بقى. هو بس ايه، انا عايز البوتاجاز ربنا يسهل علينا كده ويعملها لنا كويس. انا معلي كل حاجه وكل حاجه هتتظبط ان شاء الله. هنسيبها شويه ونصبر عليها شويه. بفكرك بالبطاطس يا شيف عشان دايما يعني محسسني ان انا مش بفكرك لا بيها. انت كده مظبوط. مركزه بالاكل. احنا كده خلاص الشوربه على النار، البطاطس تقريبا خلاص، احنا بس عايزين نسيبها دقيقتين كده وبعدين يعني تعتبر خلاص. خلاص خلصت، مستنيه البطاطس دلوقتي، مستنيه الكفر بتاعها اللي احنا هنعمله اللي هو اللحمه المفرومه. واحنا عشان نعجل بيها بقى مع النار اللي هي بتعكسنا، هنغطيها شويه تاخد الحراره بتاعتها وتتظبط. الشوربه خلاص ريحتها طلعت تقريبا، قربت بقى. بصي قربت اهي، قربت، فاحنا ممكن نختبرها. لما الطماطم بتكون طريه شويه كده اعرف ان هي خلاص يعني، نختبرها بس ان الحاجات دي خلاص. ايه خلاص نختبرها ازاي يا شيف؟ مفيش حاجه، بنشوف الحاجات الناشفه خلصت ولا لا وخلاص على كده. لكن هي الطماطم اصلا ما بتاخدش دقيقتين يعني، البطاطا طريت اللي فيها. احنا بنشوف بقى الحاجات اللي هي التوابع كويس، فهي بس احنا ايه، هنسيبها بقى مكشوفه شويه عشان انا عايز الميه تاثر شويه بتاعتها، وبعدين هنشتغل على متماسك اكتر.
بالظبط. فيها كمان يعني خضار كتير فصحية. انا كشفت عشان تشم الريحه بقى وتقولي لي القصه عامله ازاي. الريحه رائعه. اول ما فتحت الحله قلت لا الريحه جميله. ايوه هنخلي دي كده بتاعتها ونشتغل بدي. اهي بدات تاخد وتدي معانا اهي. وريحه اللية بدات تطلع اهي. هناخد معانا بصلايه مبشوره. وطبعا زي ما احنا قلنا بشرنا بصل قطعنا توم بتاع لازم ايه طالما ما عملناهوش في ساعتها نحط عليه الزيت بتاعه عشان ما يفقدش الخواص بتاعته. يعني نحط زيت على زي كده نحط زيت ونسيبه في الزيت عشان يقفل عليه عشان ريحته وعشان الخواص بتاعته تطلعش. ناخد معلقه توم. معلقه توم وبصلايه. بالظبط وبصلايه. احنا كده مش عايزين دول في حاجه. كده كمان ريحه اللحمه بدات ان هي مريم. انا بفضي لك السكه اهو عشان انت تبقى شايفني ونشوف القصه تمشي ازاي. الشوربه خلاص يعني حاسه ان الشوربه بتقل شويه الميه السوائل اللي فيها. انا مش عايزها تبقى يعني الميه تبقى كتيره فيها قوي عشان انا عايزها فخمه كده يعني. وهي خلاص كده تقريبا احنا بس ايه. وانا كمان هدي التوابل هنا عشان خاطر لما اضربها واصفيها تبقى صافيه من كل حاجه. تمام. فهندي معانا احنا طبعا احنا قلنا ان احنا حطينا مع الشوربه في الاول حطينا القرفه الخشب وحطينا القرنفل وحطينا ورق اللورا وحطينا البصل وحطينا كل الحاجات اللي ممكن نحذفها وما نضربهاش لان احنا مش هنضرب اكيد القرفه الخشب في الخلاط يعني في الهاند بلندر يعني. كويس. شوفي بقى البوتاجاز بيعمل ايه بيعكسنا. نعمل ايه هو غار من الاكل يا شيف. نعمل ايه بقى دلوقتي احنا؟ هو غار من الاكل صح؟ عمل هولد اهو. عمل هولد واحنا شغالين يعني ما ينفعش يعمل كده. يلا كده البطاطس فاضل لها 10 دقايق تقريبا وتطلع من الفرن خلاص صح؟ تمام. البطاطس خلاص خلصت. البطاطس خلصت. البطاطس جوه خلصت. انا هطلعها عشان اجهز العيش اللحمه والحاجه عشان اجهز العيش. انا هطلع البطاطس هتشوفي دلوقتي القصه عامله ازاي. هي خلاص الشوربه خلاص بدات ان هي تتماسك شويه والميه اللي فيها بدات ان هي تقل فعشان تتضرب. وقت ما تتضرب هتبقى القوام بتاع الشوربه متماسك وحلو. البطاطس اهي يعني هي ممكن تتاكل كده بطاطس جراتيه كده تتاكل حلوه ومقرمشه اهي. ممكن تبقى صينيه جاهزه استوت. استاذ نبيل معايا اهي واستوت وشكلها رائع جدا واخده جبنه موتزاريلا واخده كريمه من تحت اللي هي بدل الزبده. حاجة في منتهى الروعة. هنكملها دلوقتي باللحمة المفرومة وبالجبنة وبعدين ندخلها تاني. برضو عايزين ندوق اللحمة. خلاص بدل ما عملت كده يبقى جاهزة. أنا عامل مشاكل النهاردة. عامل الأكل بمزاج يا شيف والأكل لما بيتعمل بمزاج ومحبة أكيد طبعًا. بيبقى بيفرق كتير بيبقى فيه روح. ده اللي بيبقى اسمه نفس في الاكل. بالظبط كده. هنعمل بقى ايه؟ هاتي دي برضو عشان دي ما بتعملش حاجه. شاركهم النهارده كلهم في الاكل. لا انا كل اللي ملوش حاجه النهارده بيعملها هيعملها. هناخد بقى معانا اللحمه. استاذ نبيل تعالى معايا بقى اهو. هناخد بقى معانا اللحمه كده ونفرد بقى بتاعتنا. انا اهم حاجه ان انا ما اخليش برضو فيها سوائل كتير. احنا زي ما اتفقنا البطاطس استوت واحنا هناخد اللحمه بتاعتنا كده على الوش اهي. واحنا بقى البطاطس لما بتاخد النص سوا ده او الدوري بتاعها او ان هي بتبقى مقرمشه كده تحت الحاجه لما بتنزل عليها الحاجه اللي من فوق دي اللي هي اللحمه او الكلام ده ما بتبقاش بايشه. بتبقى البطاطسيه ماسكه نفسها وبتديني طعم رائع جدا. يا الوان الصينيه كمان حلوه قوي. بصي بقى انا الوان خلاص احنا كده عملنا وحجزنا الصوص اللي هو الزياده اللي عندنا اللي احنا مش عايزينه. تمام. هتخلي بالك منها في الفرن عشان ما ازعلش منك بقى. بصي هتقعد قد ايه في الفرن؟ دي هتاخد مفيش 10 دقائق. 10 دقائق تمام. حضراتكم هي كده جهزت اهي. الالوان اهي وال 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 وال, وال, وال شوف كام لون في اللحمه احمر واخضر واصفر كل البصل والفلفل موجوده فيها. هنا بقى براحتك. عايزه تحطي بشاميل ماشي، عايزه تحطي جبنه ماشي،
عايزه تحطي جبنه مشكله ماشي، مش عايزه تحطي حاجه كسري عليها بيضه او بيضتين واضربيهم بملح وفلفل وفرديهم على الوش هيدوا لك الدوري بتاعك حاجه 10 على 10. فاحنا على حسب احنا عايزين ايه وهنعمل ايه. خلاص الشوربه بتاعتنا خلصت، يبقى احنا كده هنبتدي نشتغل في الحلو. تمام كده، هناخد بقى معانا الجبنه الحلوه دي نفردها. بصي بالمقاس، كل حاجه النهارده جايه بالمقاس. ايدك يا شيف واخده كل حاجه بالمقاس، ربنا يخليك. احنا كده هنعمل كل الكلام ده، انا نسيت اكل دي. الصينيه الحلوه بتاعتنا اهي، ممكن نحط ورقتين ثلاثة ريحان كده بس يدوني ريحة وعشان ما يتحرقوش. نحطهم جوه شوية في الجبنة من جوه. نفسهم كده في الجبنة هيدوني ريحة. كده خلاص الشوربة جاهزة والعيش والبطاطس.